مستمرين مع حضراتكم واحتفاء بمرور 5 سنين على تسجيل الأراجوز المصري في اليونسكو، المركز القومي لثقافة الطفل نظم ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية 5 واللي شاهد مشاركات من فرق كتير جدا للاحتفال بالأراجوز كتراث مصري. كمان كان في احتفاء خاص بالدبكة الفلسطينية وخيال الظل كتراث ثوري. صحيح جمانة، يعني الأراجوز فن مصري جميل، مفيش حد مننا كده روحه وعقله وخياله ما بتخطفش لما بيتفرج على الأراجوز، صناعة مصرية وفن مصري تراثي أصيل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. صباح الخير على حضرتك. صباح النور على حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة وسلام رب. فن الأراجوز فن مصري أصيل، هو الفن الأول في الثقافة الشعبية المصرية. خلينا نتكلم كده مع حضرتك عن هذا الملتقى. الملتقى ده بيعقد في الدورة 5، أهم الفرق المشاركة ورسائل وراء إحياء وإنعاش الذاكرة المصرية بهذا الفن الجميل. والله هو فن الأراجوز يعني كان أوشك على الاندثار في سنة 2018. كان عدد اللاعبين اللي موجودين كان حوالي 8 لاعبين فقط، توفى منهم حتى 3، فوجب ان وزاره الثقافه تعمل ملف كان برئاسه الاستاذنا الدكتور احمد مرسي، وتم عرضه والحمد لله يعني تم ادراجه على قائمه الشؤون العاجل. الشؤون العاجل ده معناها ان لابد من اتخاذ اجراءات سريعه وفاعله للحفاظ على هذا الفن. مربط الفرس في هذا الفن هو لاعب الأراجوز نفسه. هذا اللاعب الذي ظل محتفظا بسر هذا الصوت طوال هذه السنوات، وكان لا يورثه إلا لأبنائه أو للأقربين كما يقال. الأمانة دي هي عبارة عن الزمارة التي توضع في سقف الحل، وهذه الزمارة لها سر في عمايلها لأنها بتتعمل بطريقة تقليدية، ولها أيضا سر في التحدث بها، يعني هي فيها مشكلتين، صنعها وكيفية التحدث فيها لأنها لها فوناتكس خاص كما يقال يعني. فظل هذا السر طوال هذا الوقت حتى يعني استطعنا أن نقنع 3 من زملائنا، الفنان ناصر عبد التواب والفنان محمد عبد الفتاح وفنان من السويس اسمه سيد السويسي، إن هم يبدأوا يعلموا. وبعد وقت في الحقيقه الناس اقتنعت وعرفوا ان لهم دور تاني مهم وابقى من ان هو لاعب أراجوز وهو يعلم. الحمد لله يعني قدرنا لغايه اللحظه دي اللي هي هذا العام ان احنا ندرب 60 لاعب أراجوز بمستويات مختلفه، زي اي فصل من الفصول اللي موجوده للتدريب، هنلاقي في ممتاز جدا وممكن يبقى في حد لسه بيعرف ينفق في الايه في الأراجوز، بس في الامانه، بس عارف الامانه بتتعمل ازاي وعارف يستعملها ازاي. الجميل هذا العام ان احنا كرمنا مجموعه من الناس اللي اشتغلت بالأراجوز فعلا واللي بداوا يعلموا، يعني هم ما كانوش السنه اللي فاتت فيهم 2، محمود ابو الغيط وسيد سلامه، واحد سيد سلامه من اسكندريه ومحمود ابو الغيط من الدقهليه، كل واحد فيهم بدأ يعمل زي مركز كده بالظبط لتعليم الأراجوز، وبدأ يعلم زملائه وأصدقائه في المكان القريب منه. معنى كده إن 60 لاعب دول إحنا عندنا مستهدف أولاً إن إحنا نوصل لـ 100 لاعب في وزارة الثقافة، و100 لاعب معناها 100 فرقة، لأن فرقة الأراجوز بتتكون من 2، لاعب الأراجوز نفسه اللي معاه السر، والراجل الملاك اللي بياخد ويدي معاه في الكلام. يعني هو مهم جدا فكرة الحفاظ طبعا على الهوية المصرية والتراث المصري يا أستاذ محمد، لكن أيضا في لفتة طيبة من حضراتكم الحقيقة احتفائكم بالتراث الفلسطيني والسوري. تمام، هو احنا كل سنة بنجيب أو بنتعامل مع تراث عربي، وخاصة ضيوفنا زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول إن احنا عندنا 9 مليون ضيف، فوجب علينا أيضا إن احنا نحتفي بتراثهم، وبنعمل حاجة كل شهر اسمها ملتقى الطفل العربي او صالون الطفل العربي. فالسنه اللي فاتت احتفلنا ب حاجه اسمها خيال الظل السوري، وده كان وضع ايضا على قائمه الشؤون العاجل معانا في نفس السنه سنه 18. عندهم مفردتين عروستين اسمها عطوز وكركوز، احتفلنا بيه السنه اللي فاتت، وعملنا زي كده بيت لخيال الظل المصري كمان، لأن هو محتاج إن احنا نشتغل عليه وإلا هيوصل نفر لمنطقة الاندثار.
وخيال الظل ليه صعوبة أكثر لأن فيه مفردات أخرى في الحياة تشليها نفسه، يعني الموبايل، التلفزيون، السينما. خيال الظل ما هواش بقوة الأراجوز، لأن الأراجوز الزمارة دي ما زالت سر وما زالت قادرة على جذب الأطفال. إذن خيال الظل محتاج سواء في مصر أو في سوريا إن احنا نحافظ عليه. وبيبقى كمان فكرة الخيال كمان، يعني الخيال مهم جدا، والحكي أو فكرة الحكي والحكي الشعبي من الأراجوز. وده هيخليني أسأل حضرتك، يعني حضرتك أثرت كذا نقطة مهمة جدا، فكرة إنه هذا الفن مش بس فن للأطفال والصغار، يعني في الكبار والأطفال بيعشقوا فن الأراجوز. إزاي نثبت هذا الفن في عقول الأجيال الجديدة اللي هي متعودة على إيقاع جديد وأشكال مختلفة أخرى للتسلية؟ يعني في معرض حضراتكم أقمتوه لرسوم الأطفال الفائزين بمسابقة الأراجوز في عيون جيل ألفا، ربط الطفل الحديث الجديد دلوقتي مع هذا الفن التراث القديم، بتعملوها إزاي؟ تمام، هي دي كانت فكرة، إن أنا عايز الأطفال أشوف الأراجوز في خيال الأطفال عامل إيه؟ فقلنا طب مين الجيل الجديد؟ احنا عندنا جيل زد كبر، الجيل اللي بعده اللي هو جيل ألف. فابتكرنا هذه المسابقة علشان نشوف اتجاهات الأطفال بالنسبة للأراجوز. فلقينا إن الولاد شايفين الأراجوز برضك في سياقتهم الحديثة اللي موجودة عندنا، يعني مثلا طفل راسم الأراجوز على اعتبار إن هو كائن فضائي طالع في السماء مثلا على سبيل المثال، وفي أطفال تانية عاملة العكس تماما، بمعنى شايفة الأراجوز لسه في إيد محمود شكوكو، وشايفة الأراجوز في إيد ناصر عبد التواب، شايفة الأراجوز في إيد اللي علموهم. بص حضرتك، هذا الأراجوز هو يعتبر مفردة تعليمية، يعني بنسميه في حاجة اسمها الوسائل التعليمية الميثودولوجي. الميثودولوجي ده لسن من 2 لغاية 6 سنوات لابد أن يكون في كل مدرسة لاعب أراجوز. يعني أنا بدعو السيد وزير التربية والتعليم فعلا الاهتمام معنا، وفي معالي وزير الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني في الحقيقه عامله شراكه وتعاون كبير جدا مع وزاره التربيه والتعليم، ودي من الحاجات اللي هي ممكن يحصل فيها شراكات، ان يتم تعليم بعض المعلمين في بعض المدارس هذا الفن، لان خاصه في الروضه تحديدا لما تبقى في معلمه هتبقى قادره على جذب الاطفال وتعليمهم اللي هم عايزينه، وتقديم التعليم والمواد التعليميه بشكل مختلف طبعا ومحبب طبعا ولطيف. صحيح. يعني فده تمام. نسينا بس حاجه، هو ان السنه دي تم ادراج الدبكه الفلسطينيه على قائمه التراث العالمي في اليونسكو، ولذلك كان الاحتفال بده، وعملنا فقرتين في الافتتاح اخرجهم لنا الفنان عبد الرحمن اوسكار، انا دم فلسطيني وشدوا بعضكم، وتم تقديمهم في الافتتاح وكانوا هايلين جدا. والناس كلها كانت مبسوطه بيه. كل التحيه لحضرتك ولكل القائمين على ملتقى الاراجوز والعرائس التقليديه، الكاتب الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل، صباح الخير على حضرتك.